ست آلات موجودة فعلا تمثل عالم المتحولين. ستة آلات حقيقية موجودة تشبه المتحولين. في هذا الفيديو سوف نستعرض ست سيارات حقيقية تشبه المتحولين، ومنها سيارة مرسيدس رائعة تتحول إلى سيارة ليموزين فاخرة. لذلك سوف ننظر إلى سيارة التخييم لاند روفر وأكثر من ذلك بكثير. ليترون. أعلنت شركة ليتفيجن التركية عن إنشاء أول نموذج لمحول روبوت كامل الحجم يدعى ليترون. ينشأ الروبوت أمام عينيك مباشرة متحولا من بي إم بي لحمراء المعتادة. استغرق إنشاء محولات السيارة حوالي 8 أشهر، عمل عليها 12 مهندسا و4 مساعدين. كيا ترانسفورمرز. قدمت شركة كيا موتورز في معرض السيارات في ساو باولو سيارة دفع رباعي تتحول في الواقع إلى واحد من المتحولين. مرسيدس بنز كلاسن. تراس كلسنن شركة المصنعة مرسيدس هي سيارة ليموزين صغيرة، ويمكن إذا لازم الأمر تمديدها ما يصل إلى 50 سنتي. كل هذا يتم في بضع ثوان عن طريق الضغط على زر واحد فقط في الجزء الداخلي من السيارة. يوجد 4 مقاعد مريحة تواجه بعضها البعض، ميني بار وخزائن منزلقة متعددة.
فينيس وايلد. اليوم يتم تحقيق شعبية متزايدة من قبل سيارة التخييم، الناس يغادرون المدينة على سيارتهم الخاصة في الأماكن النائية ويعيشون في السيارة. كانت الرحلات من هذا القبيل أن المسافر الفرنسي بريس بدر صمم محول جيب على أساس لاند روفر، يتم تحويل الجيب إلى غرفة مريحة مع وسائل الراحة الكاملة. دبل باك. جاءت شركة أوفرلاند مع فوكس واغن في مجال آخر للتطبيق بعد أن تم ربطها بمقصورة إضافية من دبل باك، بعد أن أصبحت تحت تصرفها سيارة متنقلة كاملة على عجلات. تتميز فوكس واغن دبل باك بتصميم قابل للسحب من مؤخرة الماكينة التي تعمل بالكهرباء، يستغرق التفريغ 45 ثانية فقط. سي ليون أسد البحر. يتم وضعها باعتبارها أسرع البرمائيات في العالم. تم تصميم السيارة في عام 2006 من أجل إنشاء سجل عالمي جديد في السرعة على الماء وعلى الأرض للمركبات البرمائية. تبلغ سرعة أسد البحر على الأرض 201 كيلومتر بالساعة، وتمكن المطورون لمدة 6 سنوات من العمل من زيادة السرعة على الماء من 72 إلى 100 كيلومتر بالساعة.